حان مواعدكم مشاهدينا مع نيتشر، واليوم معي ضيف دكتور ألان أبي رزق، استاذ مشارك بجامعة الروح القدس الكاثوليك وخبير صحة حيوانية. صباح الخير. هاي، كيفك اليوم؟ كتر خير. اليوم بدنا نعطي نصائح للمزارعين الصغار. نعم، رح نعطي نصائح لمربيين الحيوانات الصغار. أوكي. يعني هلا اكيد عرفنا ترند مثل الدجاج مزبوط، عرفنا هلا بهالازمه اللي عم نعيشها، الازمه الاقتصاديه مزبوط. وفي فاكتور ثاني كمان اللي هو اللوك داون، الحجر الصحي اللي عم نعمله من وراء الكورونا، اللي جبر كثير من العالم تقعد ببيتها وبدها تتسلى. يعني في مزبوط. عنا عاملين، في العامل الاقتصادي وفي العامل كمان اللي بدها تتسلى فيه. وصرنا نسمع كثير انه في عالم بدها تربي دجاج، يمكن بدها تربي غنم او أرانب. معزه ارانب فري. سو حابب احكي عن هيدا الموضوع، وفي كثير اسئله يعني تنطرح. مثلا اذا بدنا نحكي اول شيء عن الدجاج، في كثير عالم بيسالوا مثلا شو الفرق بين الدجاج البلديه والدجاج مش بلديه. البيزك اللي بدنا نعرفه انه الدجاج البلديه هي دجاجه نحن بنتوارثها، يعني في عنا ارقه وبتبيض صيصان، والصيصان بنرجع بنربيهم وبيعملوا لنا بيض لحمه خفيفه اكسترا. ومربيين على رح نقول الطبيعه، يعني حاطينه نحن بالان عنا او بمساحه، عم ياكلوا من اكل البيت، عم ياكلوا شوية علف، ما عم يدخلهم كتير أدوية. إجمالا هيدي الدجاج نحن بنسميها ريستيكي، يعني مقاومة للأمراض. دجاجة الفيرم هن هيدي الدجاجة اللي مقصلة مزارع كبيرة كلها controlled environment، العلف is controlled ليكون في عندي إنتاج أعلى، فيتامينات وإتسترا. هلأ أكيد دجاجة الفيرم منا ضارة، يعني الدجاجة المستشفى بالسوق منا ضارة، بس أكيد بناخد بعين الاعتبار أنه داخلها يمكن أدوية، يمكن داخلها مواد معينة، هرمونات بالدجاج ما في، بس في قصص معينة ممكن تكون داخلها مثل الأنتيبيوتكس إذا صار في أمراض. ليه بيقولوا الدجاج فيه هرمونات؟ نحن بس نحكي هذا الحديث الشائع، هذا كمان غلط لنقولها للمشاهد. أوكي. أنه الدجاج ما فيه هرمونات. هيدي الدجاج اللي بتكبر ب 30 و40 نهار بنسمع عنها هي مقصله بطريقه بيعطوها هرمونات وما لازم ناكل الدجاج. نو ما فيها بقلبها هرمونات. أوكي. لانه ما لها جدوى اقتصاديه اصلا. يعني بامريكا ممكن يحطوا هرمونات للبقر تبع اللحمه. نعم. بلبنان ممنوع نستعمل هرمونات، وبالدجاج خاصه ما بنستعمل هرمونات لانه الجدوى الاقتصاديه رح تكون مش مناسبه. اذا اعطيت هرمون للدجاجه رح تكون كلفه الهرمون اعلى من كلفه مبيع الدجاجه. سو في طرق بالتربيه الانتنسيف ما بقى لازم نقول هيدي خطا شائع. أوكي. دايما بنحكي عنه. أوكي. هلا كمان في فرق كتير كبير خاصه بالدجاج البلدي والفيرم، هو قديش بتبيض. يعني الدجاج البياضه بالفيرم بتبيض لحد 300-350 بيضه بالسنه، 300 بيضه بالوقت. أوكي. الدجاج اللي احنا عم نربيها البلديه راح تبيض لنا بين ال 150 وال 200 بيضه، هيدا الماكسيموم بوتنشل تبعولها. ليش؟ لانه هيدي الدجاج اللي بالفيرم مقصله بطريقه المبيض تبعولها، الاوفريز تبعولها بيعملوا اوفر برودكشن للبيض كومبيرد للدجاج البلدي. نحن عم نربيه. هلا في كثير عالم بيقولوا طيب اذا جبنا الدجاجه نحن من الفيرم فينا نخليها تصير بلديه؟ ايه فينا نخليها تصير بلديه، حسب شو عم نطعميها. لانه هالبيضه اللي بدها تطلع هي فعليا شو اكلها هيدي الدجاجه رح تعطيني البيضه، اكيد رح تكون التربيه دقيقه اكثر لانه هالدجاجه الفيرم اللي عم ربيها بلدي رح يكون في عندها مشكله يمكن امراض اكثر لانها ضعيفه اكثر، منا معوده على مناخ ثقيل. بس الاهم اللي رح يحبوه كثير المشاهدين، دائما بيسالوا طيب انا كيف بنقي الدجاج البلديه وقد ايه لازم يكون عمره؟ مزبوط. اول شغله بدنا نقول انه الدجاج البلدي لتبلش تبيض بدها بين ال 120 لل 140 نهار. يعني انا جبت صوص بدي استنظر انا 120 نهار لتبلش تبيض لي. اذا عم بشتري دجاجه كبيره لازم يكون وزنها تقريبا بين 800 والكيلو كيلو 100. اذا كان بدنا نزينها، اذا كان وزنها فوق الكيلو 100 يعني عمرها فوق السنه وشهرين، يعني نسبه البيض تبعولها اقل ب 30% من هيدا، لانه البوتنشل تبعولها من بعد هال 120 نهار تبيض لي ماكسيموم سنه. أوكي. بتعيش 7-8 سنين بس ما بتعود تبيض مثل قبل. أوكي. لازم كمان نطلع نحن بجرايا للدجاجه، وكاليتي البيض بيكون زيت شيء اذا كبرت بالعمر الدجاجه. ايه بتضل كواليتي البيضه جيده. أوكي. بس بخف كميه البيض. أوكي. كمان شغله، مش بس نتكل على وزن الدجاجه، بدنا نتكل كمان على مفاصلها، يعني كمان بدنا نكون قلبنا قوي نلقط الدجاجه ونحرك المفاصل من يكونوا لينين، لانه اذا منهم لينين يعني هيدي عندها امراض بوراكها، اذا عندها امراض بوراكها منا قادره توقف منا قادره تاكل.
وشغلة الثالثة هي لازم بين عظمة بيقولوا لي من الرجيب بروتيز بروتيز بين عظمة قفص الصدري والمبيض تبعولها لازم يكون 3 سنتيمتر 6 سنتيمتر أو 3 أصابيع، كمان دلالة أنه قادرة هي تكون بيضة وتظهرة، ولازم يكون العرف تبعولها أحمر كرمال ليكون كمان في دورة دموية صحية. بدنا نفحص يعني، يعني ما بقى فيها نقول للمشاهد عم تنقي أنت دجاجة بس لأنه اللي عم ببيعك إياها عم بيقول لك جيدة، أنت بدك تقشعها، بدك تزينها، تشوف أنه عرفها أحمر، تشوف أنه مفاصلها جيدة، ونشوف أنه فعلا بين القفص الصدري والمبيض 4 سنتي 6 سنتي واسع إناف تتكون هي عم تقدر تفبرك تطلع البيضة بيضة. أوكي. في كمان سؤال بيسألوني، طيب أنا عندي دجاج ما ببيض، أو سمعنا أنه جبنا دجاج كان عم ببيض جمعتين ما باض الدجاج، هيدي شغله كل قد ايه بيبيض وكيف بدنا نعرف؟ بالمبدا الدجاجه قادره تبيض كل 24 ساعه، بس قلنا بتبيض 200 بيضه بالسنه البلديه، يعني ممكن اذا انا عندي 10 دجاجات ممكن لم انا بحدود 7-8 بيضات بالنهار، لانه في دجاجه رح ترتاح، دجاجه تبيض اكسترا. اوكي، يرتاحوا كمان. الحسبه كثير بسيطه لموضوع اذا الدجاجه بتبيض او لا، هي شو عم تاكل. البيض الدجاجه لتبيض عم بتفبرك لي بيضه فيها قشرة كالسيوم، فيها بروتيين اللي هو الزلال، وفي الصفار اللي هو فات. اللي ما بننتبه له انه نحن ما بنعطي نسبه بروتيين مزبوطه، يعني نحن بنقول بنعطي درة وشعير وبنطلع هالدجاجه تاكل برا، هودي ما راح يخلوها تعطيني بيض مثل ما انا بستنظر، بدنا نزيد لها صويا. الصويا از ريتش ان بروتين، هي بدها من علفتها تقريبا 18% بروتين. انا بس اعطيها بس شعير ودرة بكون عم بعطيها 10%، يعني عم خليها ما تموت ما تضعف. اوف، بس هالقد ولا سو. دائما كل المشاهدين بدكم الدجاجه تبعولكم تبيض بيض، بدنا نفكر دائما بمصدر بروتين مثل الصويا. شو كمان غير الصويا باكل البيت؟ نحن اذا عنا طبخه قديمه صارت مثلا فيها لحمه it works، اذا فيها بقلبها مثلا بقوليات الحمص، مثلا حمص بطحينه is amazing لانه الحمص بطحينه rich in protein و rich in fat. So صار هلا الحمص كمان غالي. يس yes. هلا الفكره انه اكيد ما نشتري حمص بس نطعمه من اكل البيت، وشغله okay. اكيد انه ما لازم اكل البيت يكون فاسد، لانه اذا اكل البيت فاسد الدجاج بتمرض، لازم يكون اكل البيت بايل عتيق، ما باكله لانه صار قديم او خبز مقرقد. اذا اذا المده خالصه او حمضوا او شيء حمضت لا، واذا الخبز معفن لا، بس خبز قديم ايه. طب ليه بيطعموها قشرة البيضة؟ من طعم قشرة البيضة أو نعطي قشر بالزي أو من زيت طحل، لأنه هيدا هو الكربونات دو كالسيوم اللي بده يفبرك لها القشرة. وهي هالدجاجة فعليا عم بتعاني، إذا مش حاطط لها كربونات دو كالسيوم بتبلش تاخد من عظمها، بقى بتصير هي مريضة ما بتعود تقدر تبيض. عندها أوستيوبوروز. أوستيوبوروز أوستيوملاسيا اسمها كمان. أوكي. سو هودي البوينتس كثير مهمة للدجاج. أوكي. في عالم متطورة يمكن بأفكارها أكثر، عندها مساحة أكثر، بتقول أنا بدي ربي غنم. الغنم is a very smart idea، أكيد مش بالمدينة لأنه بيعمل ريحة، بس بالجبل ذكية كتير التربية، لأنه أنا بعطي إذا بدي أعطي أرقام، إذا أنا اشتريت غنمة وزنها 25 كيلو قادر أنا بسبعين نهار وصلها لل 45 كيلو، وقادر هيدا الخمسة من هالغنمة كلها سوا أقدر طلع بحدود الأربعين كيلو لحمة، ولا هيدا العواسل المشهورة بلبنان. مزبوط. يعني الجدوى الاقتصادية إذا أنا ربيت غنمة ممكن تعطيني، رح أقول هيك أرقام منا دقيقة كتير، بس ممكن تعطيني 800-900 ألف ليرة لحمة على سعر اللحمة اللي هلأ عم نشوفه بالسوق. كمان الغنمة ما منتكل بس أنه بدها تطلع تاكل برا، اللي هو كتير مهم تاكل برا، بس كمان هذه الغنمة بدها مصادر بروتيين وبدها مصادر فات كرمال لتنمي الوزن المثالي. هلا كيف مننقي الغنمة؟ ما مننقيها على وزنها بس، بدنا ننقيها على شيء اسمه body condition scores. هلا أنا حاطت صورة يمكن تبين كيف منشوف body condition scores، وإذا ما بينت كمان المشاهدين يحطوا على الجوجل body condition scores for sheep and goat. هي نحن مندس عظمة الكولون فيرتبرال تبعولة. الملمس تبعول العظمة إذا كان على الجلد كتير ضيق بقى هيدي ضعيفة، يعني هي ما رح تربي لحمة. وإذا كان الملمس مبين أنه عريضة يعني هيدا حيوان عم بيربي لحمة. مشان هيك دايما ما من كولون فيرتبرال، على الكولون فيرتبرال بدنا ندس عظاماتها. إذا شفنا العظامات مش ظاهرين يعني في لحمة، يعني هيدا حيوان فيه نسبة لحمة أعلى.
اوكي بس وغير سبيسيفيكيشن غير سبيسيفيكيشن كمان اكيد الوزن كثير مهم بدنا يكونوا سنانا بصحه جيده الغنمه والمعزه والبقره نطلع على سنانها لانه تتعمل لي حليب او تتعطيني لحمه بدها تكون قادره تاكل سو هيدا اذا كنا عم ننقي نحن ايميل ذكر لانه بدنا نعمل ريبرودكشن غير انه سنانه غير انه الاورجنز تبعوله والبوستير تبعوله بتكون جيده بنطلع على اجراء اذا اجراء ضعاف او هو بيعرج منه قادر يعمل ميتينج سو كمان هذا بيكون حيوان ضعيف سو مش بس دائما بنطلع بالوزن شو بنعمل بهالحاله بنستثني يعني نحن بالمزارع الكبيره يمكن بيعملوا ارتفيشال انسيمينيشن عندهم تكنيكس بيطببوا نحن اذا عم نشتري للبيت ذكر وانتاي بننقي الحيوان يكون على البادي كونديشن سكورز تبعوله يعني عظمه عظمه الكولون فيرتبرال سميكه وتكون البوستير تبعوله جيده واسنانه بصحه جيده تيقدر ياكل وتيقدر مزبوط اوكي شو الخطر البيئي في عندنا خطرين اول شيء في خطر بيئي هلا بنحكي عنه في عندنا خطر صحي كمان منه مخيف بس بنحكي عنه الخطر البيئي بنعرف انه الماعز والغنم هودي حيوانات ممكن تاكل اشجار ممكن تاكل مزروعات مشان هيك بدنا نضل منتبهين نحن وين حاطينهم ما نخليهم يفلتوا عند الجار ممكن يعملوا مشاكل اكسترا واكيد الخطر البيئي لانه اذا كمان ما عرفنا ننظف لهم مزبوط رح يصير في ريحه رح يصير في رطوبه اكسترا الخطر الصحي 70% من الامراض اللي بيلقطها الانسان بيلقطها من الحيوان اقله للغنم والمعزه نفكر بموضوع الحمى الملطيه حتى لو عندي غنمه وحده بتصل انا بالبيطري اللي موجود بالحي او بالمدينه بقول له انا عندي غنمه بيعمل لها مطعوم اقله الحمى الملطيه كرمال ما تكون هالمرض عم ننقله لاولادنا او لنا اكسترا سو حتى لو غنمه او غنمتين ضروري نستشير نحن اخصائي قبل ما نحطهم وهو بيعطينا النصيحه اذا كان موقعهم مزبوط اذا كان في مشاكل ولا لا لبنان شو عنده اكتفاء ذاتي؟ لبنان فعليا ما عندنا اكتفاء ذاتي بولا سلعه مربوطه بالثروه الحيوانيه يقال انه بلبنان عندنا اكتفاء ذاتي بالدواجن وبالبيض هي شغله قريبه نحن قربنا على الاكتفاء اذا عم نحسب انه الشعب العايش بلبنان هو 4 مليون ونص الواقع منه هيك نحن في عندنا يمكن لاجئين من عده بلدان مختلفه في عندنا عمال اجانب تقريبا البوبوليشن بلبنان فوق ال 6 مليون سو نحن الاكتفاء تبعولنا 70% يعني في مجال لنقدر نربي الدجاج باللحمه ما عندنا اكتفاء ذاتي لحمه البقر لانه 86% من اللحمه اللي بناكلها مستورده وال14% الباقيين هن حيوان استوردناه ربيناه شهرين وذبحناه سو كل اللحمه مستورده الاسماك عندنا اكتفاء ذاتي 40% يعني اذا الانسان قرر يعمل عنده مي جاري وقادر يربي سمك عنده كمان مجال لانه ما في منافسه كثير عاليه المستثمرين بالثروة الحيوانية على أي قطاع لازم يتجهوا؟ أنا بدعي المستثمرين اللي مهتمين بالثروة الحيوانية حيالله قطاع بار برانسيب بيشتغل بس القطاعات اللي هلأ نحن بحاجة لها هي أهم شيء اللحوم والأسماك وبيرجع الحليب لأنه اللحوم قلنا ما عندنا اكتفاء ذاتي السمك قلنا اكتفائنا كتير قليل والحليب كمان اكتفائنا الذاتي هو 30% سو كمان بنقدر نفكر بهالقصص دكتور ألان أبي رزق ميرسي على المعلومات ان شاء الله بنرجع بنستضيفك تتفسرنا عن غير مواضيع كمان مشاهدينا وقفه ومنتابع